أيضا مع النجوم العراقيين، حيث أعلن النجم العراقي سيف نبيل أنه أصبح الوجه الإعلاني للعبة ببجي الشهيرة بالشرق الأوسط والعالم، وذلك من خلال إطلاق فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان لا تلعب وياي. الأغنية باللهجة العراقية وهي من كلمة محمد الواصف، ألحان سيف نبيل وتوزيع عمر صباغ. أما الفيديو كليب فحمل توقيع المخرج حسام الحسيني، وحصدت أغنية لا تلعب وياي تفاعل واسع فور صدورها واقتحمت الترند على موقع يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة خطت 1.5 مليون إلى حد الآن.